السلام عليكم، مساء الخير على كل المتابعين في قناة تنظيم البيت وتدبير المصروف. والله يدخل عليكم هذه السنة إن شاء الله 2017 كل ما تتمنوا إن شاء الله. اسمحوا لي كنصور لكم في آخر الليل أو في بداية صباح يوم الثلاثاء، لأن مشيت غادي نعس ورا نتفكر واحد الأخت او الاخ، ما عرفت، يمكن شي اخت داخله بسميت الزوج ديالها او الاخ ديالها او الابن ديالها سيمو. سولتني على الرخام ووعدتها بلي غنسجل ليها على الرخام، لانه انا فاش بنيت داري كل سجلت عندي، يعني درت واحد ريجيستر وكنسجل فيه كل الخسارات، كل الشناول، يعني كل تكاليف البناء من أ حتى لزيد، يعني من البداية من الرخصة والبلان ومن حتى كملت الدار ديالي. المهم سمحي لي أو سمح لي، تعطلت ونسيت، وأنا فاش بغيت نعس دابا تفكرت. الرخام هو هذا الرخام، أنا دايرة الرخام، كاين الرخام وكاين الجرانيت. الجرانيت هو أحسن شيء، الجرانيت ما كيخسروا لا جافير لا الخل لا الحامض الا طاح عليه لا الماء الا تكب عليه، يعني كيبقى هو واخا تقطع عليه بالمص. غادي نوريكم دابا مثلا الا شديتي المص وقطعتي عليه بحال هكا، غادي نوريك واحد الشويه. شوف ها انتم الا تندير زوم على هذيك البلاصه، ندير لكم زوم هنايا فين درت انا زوم هنا. اوكي هنايا مثلا ها كتشوفوا هاد الخديشه ياك، هيا واحد شويه يعني من بعد غنحي تحيد. ولكن الجرانيت ما كيجوش فيه خدوش وكيبقى يعني، وحتى في الملمس ديالو كيختلف على الرخام. اوكي والجرانيت طبعا غالي على الرخام، كيدير 900 1000 درهم المترو حسب اللون وحسب كاين البريمير شوا، كاين والدوزيام شو طوازيام شو، هكا بحال الرخام. الرخام كيخسروا الماء، كيخسروا الا حطيتي عليه مثلا طاح لك على شي حامض، بحال مع في المطبخ مثلا هنايا في الكوزينه الا طاح لي شي قطعه ديال الحامض او قطره ديال الحامض كتبان عليه، يعني خص. والماء كيحفروا، كيحفر كيدير بحال العريقات هكا كيتحفر بحال كياكلوا هذاك الماء. اوكي يعني الجرانيت اللي بغات يعني دير كوزينه دائمه ودير شي حاجه الجوده العاليه يعني دير الجرانيت. اوكي الرخام خاصك يعني دائما تنشفي، دائما تبعه، دائما حاضر، حتى الا جا عندك شي واحد الكوزينه ديالك ودخل، يعني خاصك تكوني رد البال باش ما يقيسوا بالخل بالحامض بجافيل باي ماده غادي تخرج عليه. او كاينين لي برودوي ديال نيتواياج، ماشي صابون الماء، صابون الماء ما كيدير والو، ولكن كاين شي برودوي ثاني كياكلوه، يعني الرخام صعيب في التغطيان ديالو. وفاش كتمسحيه او فاش كتسالي وتنقي وتنشفي ضروري ما تدوزي عليه واحد شويه ديال الزيت بحال السيراج او شي كريم، يعني ديك ميكسه بيبي وش حاجه، وتنشفيها تحكيها تحكيها مزيان باش يبقى داك البريونس ديالو، وكيشرب واحد شويه كيتشبع بحال الا كدير ليه السيراج. الثمن ديال الرخام رخيص على الجرانيت، ولكن كيبقى غالي، كيدير 600 درهم 700 درهم، حتى هو من 700 درهم لتحت. هادشي انا فاش بنيت، فاش كنت كنبني هذا هو الثمن باش كان. وحسب حتى هو حسب اللون، كاين الالوان فاتحه. وانا هاد الكوزينه هادي كنت دومونديت عند السيد اللي جا عبر وشاف، كنت دومونديت واحد اللوين مفتوح على هذا، وفاش جا جاب لي هذا يعني تقلقت وكنت بغيت نردو داكشي، ولكن كان غادي ديجا انا عطيته واحد المبلغ كبير، وغادي لانه قطع وجاب غادي يولي يدير لي غادي ندير غير مشاكل راسي. وليت شفت قلت لي صافي يلاه غير دير هذا. ورغم ذلك انا درت، دابا غنوري لكم داك الرخام اللي كنت اخترت في الاول، درته في واحد البلاصه عندي في واحد الصاله في واحد الحيط. دابا غادي نوري لكم هذاك اللي كنت اخترت لهنايا. اوكي
طبعا شريت انا هذا الخام، هذا شديته بشي 600 درهم الميت، كنت اخترت الكوزينه ولكن للاسف جاب لي هذاك اللون وهذاك الشيء اللي كتب وهذا والسلام. يعني هادشي اللي عندي يعني نفيدكم فيه من ناحيه الرخام. وتصبحوا على خير وسمحوا لي لاني سجلت لكم هذا الفيديو يعني في واحد الوقت متاخر.